مرحبا، يعطيكم العافيه. لانه الموضوع كثير كبير بهذا الفيديو، او الموضوع اكبر من انه يتم وضعه في دقيقه واحده، فراح اقسمه لعده اجزاء. الجهات او المواضيع اللي بيطلع عليها فعلا مدني لما يطلع المبنى تبعك يعمل لك انسبكشن بعد انتهاء عمليه الانشاء للمشروع تبعك، راح اقسمها لثلاث نقاط. تيست كمان بيعملوه في الفاير فايتنج اللي هو زون كنترول فالف ZCV. كل زون او كل شبكه حريق مقسمه الى زونز. ليتس سي انه المبنى عندي مقسم لطوابق، كل طابق عباره عن زون، بيتم اغلاق السيستم وبيتم فحص هذا الزون حتى يتم التاكد من وجود فولتس او اخطاء في السيستم او عدم وجوده في هذا السيستم. طبعا كمان بيعمل إشي اسمه موست ريموت تيست. موست ريموت تيست، وهون بيتم عملية ضخ الماء من البمب لحتى يشوفوا هل الماء بوصل بكفاءة ضخ جيدة لأعلى نقطة في المبنى لتسينها على الروف. إذا كان الماء بيوصل لهذه النقطة بشكل كثير أو بضخ كثير مناسب، فبكون هذا التيست ناجح. هيك أنا بكون حكيت، خلينا نحكي مجموعة من النقاط اللي جدا مهمة واللي أغلبها بيطلع عليها الدفاع المدني لما يطلع المبنى تبعك لحتى يعمل تشيك.